بالكم شو هذا؟ هلا فيكم يا شباب، شو اخباركم؟ شو رجعنا حلقة 19 من سلسلة ذا لاست اوف اس 2. طبعا حلقة اليوم راح نكمل ونشوف شو بصير معنا في الاكشن. متحمس كثير صراحة، مش راح اطول عليكم. يا ريت تشتركوا القناة تمشي مقطع لنوصل جيشكم تري لل 10000 مشترك. يلا نبلش. اخر اشي يا شباب، وصلنا على المنطقة هون قدام الهوسبيتال، رايحين نجيب اغراض ومستلزمات عشان نعالج ايد يارا. طبعا ليف قاعد هون، بعرفش اذا مبين، ما بتوقع، للاسف مش راح يجي معي لانه المنطقة هون الهوسبيتال للولف، وهم الولف اصلا بتقوش اي واحد من سكارز، فانا رايح لحالي. فهات نشوف شو بصير معنا، متحمس كمان. هاي الولف قاعدين طبعا، مبين انا عادي لو دخلت لانه منهم. هلو، ما حد يطخ علي. I'm a wolf. Don't shoot. It's me. It's Abby. Abby. Abby? Yeah. It's Abby. Shit. She alone? Open the gate. لحالي، افتح افتح بس، افتح يا ابني. هلا هلا هلا، دخلوني بس. Hey guys. Jesus, you swim here? Yeah. The boat got fucked. I need to grab some medical supplies. I'm doing a thing for Isaac. We're moving all these assets to Isaac. I can't talk about it. It's something away from the fob. Well, everything's getting moved out and packed up. Take a look, see if anyone's got what you need. Is Nora around? Yesterday she said she was shipping out here. Just left the last transport, but she'll be back. Okay, thanks. طبعا هذا شكله قبل مقتل نورا. هات نشوف شو بصير معانا. هينا ناخد اغراض، المشكلة انفضحنا. طيب بدنا ندور على الموارد والشغلات. حابب برضو اتأكد إذا في شغلات مثلا فشك أو شغلة عاملة. ياب احنا جينا في إلي هون، يا تتذكرون لما مشينا هون ستلسي؟ كنا جايين من الغرفة هاي تحت. ياب لا مسكرة، أوكي، لأنه كان في تحت موارد، بدي أشوف إذا في فشك شغلة عاملة، للأسف ما في. فحسب ما قالوا لي إنه هون الأغراض ممكن نلاقيها، أغراض الجراحة. سيرجيكال ستاف. يعطيكم العافية يا شباب. هدول؟ نوب، سوري. هايو فشك، هذا اللي بدي اياه. والله ما انا عارف اين المنطقة. معقول هون؟ لازم ندخل شكله. اوكي يلا. طبعا ملان جوا موارد. ابي هذا اللي قتلناه هيا. You're going back with the next shipment. Sorry. What are you doing? She's been AWOL since yesterday. Oh. Isaac, عرف. Give me your hands. Shit. طلعتونا يا شباب للأسف. هلا انا عن جد. You're gonna dislocate your shoulder. نورا ساعديني بحياتك. I never thought I'd see you on Isaac's bad side. You find one at the aquarium? I talked to Manny. Oh god. I need some medical supplies. Why? What happened to him? Compartment syndrome. Bashed forearm. You're not treating him, are you? Mel. Mel هناك. We don't have a lot of time. عاد بتتهبل عليها، بتقولها إنه المصاب هو يعني. Most of these supplies have been packed and shipped already. Oh God. What? We haven't cleared out the lower floors yet. طيب. Would they have what I need? Yeah, probably, but it's rough down there. محل ما كان في سبورد. يا
You get caught. I had nothing to do with this. طيب. طيب طيب. اوكي اوكي يا شباب، باختصار احنا تهبلنا عليها وقلنا لها انه المصاب هو كان مين؟ اوين، مش البنوتة، عشان قلهاش انه سكار. وحاليا نروح على القسم السفلي، في تحت مصايب سبورز وزومبي، بدنا نجيب من تحت الموارد. فهات ننزل تحت، يلا كمان. او جاد يا شباب، ثواني. حاليا رايحين على جراوند زيرو اسمه، هذا الطابق الاخير، هو اوطى شكله منطقة في البلد كلها، ما بعرف ليش او هيك يعني يسمى. جواته صارت اول عملية للزومبي وشغلات عملات، فالوضع رح يكون جوا بخوف. الزومبي اللي تحت يعني له فترة طويلة. اوكي القول المأثور تبعهم. قول ان شاء الله. اكلنا هوا، هاي دخلنا لحالنا على المنطقة. طبعا هات الوت لانه تحت مش راح يكون اشي بيرحم. الله، هذا بدنا اياه. ايزي ايزي، خلينا جاهزين من كل شيء. جاهزين 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 جاهزين. لا معنا الشبز، اهم اشي الشبز فول. يلا وهيك نكون جاهزين من الشبز. يلا افتح يا سمسم. طبعا لما لعبنا في الي احنا كنا هون نلحق شو اسمها نورا للاسف. في جثث صراحة، حابب الوت هون مش عارف ليش. اوراق مقصات، اهم اشي نكون جاهزين. فل فشك، كل شي جاهزين. والله معنا فل الفرد اعتقد. يب 16، ما استعملناش الفرد من فترة طويلة اصلا صراحة، مش ناوي استعمله اصلا. خلينا على البندقية بتاعتنا، نضلنا مكملين لتحت بسم الله. المناطق هاي بحبهاش، عتمة واصوات طقطقة. المكان من هون رح ننزل، فيش شي مدخل من هناك للاسف. ف في حدا؟ حد هلا مش مبين. في كل هاي منطقة عزل. emergency room، غرفة الطوارئ. لا من الاكيد انه راح ندخل من هون، فعشان هيك بدي الوت المنطقة هاي. ما اظنش نرجع لها. يب يب، شايفين في المنطقة هاي اكيد فيها اغراض. طلع شوتجان شيل. هاي فشك كمان، بدنا نكون جاهزين. فول اوبشن، ما فيش مزح تحت. هاي فشك، الحمد لله معنا فول. احنا بس بدنا بيل زي هدول، المفروض نلاقي كتير منهم عشان نطور شخصيتنا، زمان ما طورناها. خلينا على الشوتجن حاليا. ليش؟ عشان نقوى. يجي على خايف منه وحياة الله. هذا والله خايف منه كنت. بسم الله عليك. طيب بسم الله. حد هلا؟ فيش حدا. حد هلا؟ فكر اطفي الضوء وامشي على الهسي. هسي بدي الوت باختصار يا شباب، فهات نلوت وبعديها نكمل. هاي هون في اشي نو فاضي. ندع كان هوا، كان هوا. في صوت ورا الباب. انا اسف، في صوت ورا الباب. يا رب بسم الله، انا كنت بلوت وبالغلط قربت على المنطقه تبعتك. اذا في حدا جوا وانزعج انا عن جد انا اسف. بلش التوتر يا عالم، شو هذا؟ في ملان هون شغلات. خود خود خود. هلا رح نشتغل على شغلة جديدة، هي انه بدنا نجيب باور للبوابة اللي وراها اشي بخوف. هاد غرفة العمليات يا ساتر. طب ثواني، غرفة العمليات والغرفة اللي فيها الصوت اللي بخوف، وعندنا كمان غرفة هون دخلناها ما قدرت ندخلها للاسف. اها طيب، في كمان بوابة هون. حلو عالفاضي، بس لازم يا شباب نجيب كهرباء، فنبين بس من هون الطريق. هات نجرب حظنا.
اوكي في زومبي، هات ناخذ نفس طويل. طيب هات نقول بسم الله ونجرب حظنا معهم. في واحد هون المشكلة، واحد اثنين هون. لا مش راح افتح الباب، مش متوقع يكون جوا في اشي اكشن. قد ما متوقع انه اكل هوا. يا ساتر يا ساتر، اضرب. تعال تعال، وين راح؟ وين راح؟ وين اختفى؟ وينك يا متخلف؟ انا ما تخنيش، اختفى. المشكلة انا بطلت مركز من الاصوات. استنى استعمل الفرد هذا الجديد، ما جربناهوش ولا مرة. وين اختفى بس؟ هذا الباب افتحش. هيو والله جت كل. لا لازم تصير تعملوا هذا الفرد وان شات كل. كل بواباتي يا شباب بدهم كهرباء، وهذا الاشي اصلا بصالحي بس مش بصالحي بنفس الوقت. في حال دخلت الكهرباء على المنطقة في حدا هون. هيو انا شايفك، تعودنا عليكم. اه خلص طلعوا يا شباب، طلع في فتحة في السقف. البوابة هاي مسكرة من الشقة التانية. هذا هو لوت. طيب صراحة الفرد الجديد هذا عجبني على الآخر. حلو، شكلها غرفة الكهرباء أو بعرف شو اسمها، باور ستيشن. يب أهم إشي التلويت. خدوا طلعوا قديش هون. استنوا شوي، إذا هيك بنحط محل هذا، بنحط هذا الحارق حال طلع لنا اشي بغل اشي خطير. حلو، محطة تصنيع. ياب شكل من هون بنشغلها للكهرباء. طبعا هات نشوف اذا بنقدر نعدل اشي، اصلا جمعنا كتير شغلات. هذا جاهز عندي فل، هذا لا. طب بنقدرش نعدل الفليم ثرور تبع النار؟ لا اعتقد. نعدل هذا، هات نعدله هذا. صراحة شفت انه ضربة قاتلة. في شي كاباسيتي؟ نوب. انه اكثر من رصاصة واحدة؟ لا للاسف ما في، بس نقدر نزيد الدمج. انا مفكر ازيد الدمج عشان اقدر اقتل الكليكر اسرع. هلو اوبا، نقدر نصلح كمان اشي اصلا. هات نطور كمان شغلة فيه الفرد، عجبني الصراحة. استابيليتي الثبات او سكوب، مفكر ثبات. السكوب ممكن اعجب عليه، خلينا على الثبات. حلو، جابت شقفة جديدة. الله، طيب جدا حلو الوضع، جاهزون باذن الله. يلا نوب، انا ما قلتش بدي هذا الرشاش، انا قلت حطه محله فليم ثرور. حلو، خلينا على الفرد. وضو الكهرباء، يلا هات نضو الكهرباء. واحد اثنين ثلاثة، اشتغلت. اوه جاد، لكن هذا يعني انه اكلنا هوا. تعرفوا ليش؟ خلينا على الشوت جن، بلاش يطلع لنا حدا هلا. لا نطلع هلا، طلعوا هدول. ايش في هون؟ يا شغلنا كل شيء، يعني بلزقنا ضد الضوء تبعنا، بس الاشي مش بطالحنا على الاكيد. والسبب رح تلاقي هدول هلا بلش يطلعوا من غرفهم. فكر احط الرشاش هون، رح يكون اسرع من الشوتجان. فبنقول بسم الله. يلا مضطرين نفتح بايدنا. كان هوا كان هوا. الكليكر هون. الكليكر هون كان هوا.
انا راجع جوا. لا بدخل من هون. لا ابعدي ولكم طخ صح راح كمان رصاصة. حلو. لا كمان حدا. هذا هو. طيب انا كثير فشك يا شباب بس مش مشكلة، الشباب كتبوا لي في التعليقات عندك ذخيرة بالهبل وقاعد بتقتصد فيهم، استعمل. هات نشوف بلكي هون في اشي هلا. طيب بلكي في اشي بس خلينا على الشوتجان عشان المفاجآت السعيدة هاي. لأنه متوقع في واحد هيو هون. وهذا نايم بس مربوط. حلو. والله عارف انك هون. خلينا جاهزين له. والله انا اذت بس ضربته بوجهه. حلوة. طيب في حدا كمان؟ اه خلاص خلصنا هون. ايزي نشوف الغرف الثانية. هون متوقع في حدا بس الصراحة بدي اعتبر انه مش موجود. جبل اضيع فشك، خليه للاكشن اللي جاي. حلو لوت، حلو نظيف. استنوا شوي صحتنا نازلة. هات نستعمل ميدكيت، ناخذ الميدكيت اللي هون. هات نفول صارت. هات هذه. في شغلات جوا الثلاجة. حلو بيلز. يو بيلز يا الله. نقدر نطور حالنا هلا اتوقع. فاضي. هاي صندوق. حلو فاضي. طب هات نرجع هلا كمان مرة. بيعلق الباب طبعا. يا ساتر. خلينا قلنا على الحارق. خلي الشوتجن. كنا في هاي الغرفة احنا قبل شوي. ما في اشي. يب بتذكر انه ما في اشي. او جاد البوابة هي مفتوحة. كان جوا في صوت بخوف. يا الله هيو شايفينه؟ في واحد هون وواحد هون. في كمية منهم ما دخلنيش. قبل ما نروح عليهم. اوه مفتوح المنطقة هون. والله ما انا عارف افوت من هون ولا من هناك صراحة. مش عارف مش عارف اطلاقا. اوه جاد دخلنا على جراج احنا. اوه جاد هل امبولانس؟ يا رب يكون في جواها اشي. بسم الله. حسبي الله عليك. دخلت مشطوب. طيب بسم الله منجرب. فاضي يا عمي فاضي. اخيرا هات نجرب حظنا. حلو هيو المنشار والشغلات هاي. ايزي يلا يا حبيبي. اطفي الضوء. في صوت بخوف. في واحد جنبي. يا الله ايش هذا؟ يا ساتر شو هذا؟ شو هذا؟ اهرب. شو هذا؟ شو هذا؟ اضرب كسر كسر. هربنا. يس في اخر لحظة. اركض 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 اركض. اجرام هذا والله اجرام. افتح. اهرب اهرب. افتح بالكم. شو هذا؟ افتح. من وين اروح؟ من وين؟ مسكني. يا الله يا ساتر. انا ما دخلنيش ولا فهمني مين حكى عني بالعاطل. حكى لك انه انا زعلتك ولا اشي.
ظلمة انت صاحبي. افتح منطقة تاني. افتح افتح. نو مسكني. اضرب. حلو. اثنين ثلاثة اربعة. يا الله وانا تحت. هاي المدخل وراك. اي بالغلط. صدقني بالغلط بالغلط بالغلط. اهرب. وين اروح؟ ليه؟ ليه؟ طب وين اروح؟ اهرب هون. حلو. والله شكلي حشرت حالي. والله شكلي حشرت حالي. احرق احرق. اهرب. فجر حاله علي المتخلف. نو مسكني. نو رحنا فيها. طيب هات نحاول كمان مرة. نحرق احرق. او جاد. عصب عصب. انا بالغلط اصلا هجمت عليك. حلو. بدي اضرب القنبلة حاليا. اضرب 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 كمان واحدة. حلو. هربت هون. هات فشك. اهرب من هون. ولك علقت على الباب انا. طيب 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 طيب. حلو حلو. نو بالغلط. كم مرة هون. حول على فشك الحارق. اثنين. كيف فكرت مسكني؟ مزع حاله. او جاد او جاد. استنوا شوي. حول على هذا. ليش حلو. نو اضرب. يا ساتر. اهرب. وين راح؟ حبه. اضرب. ابعد. وين اروح؟ يا ساتر. والله عبعاني يا شباب. طب شو ضل معي انا فشل. حلو. كريسبو ما ضلش معي كتير شغلات. حلو. تذكرت الفرد القوي هذا. نو نو. الله يخزيك. اهرب كمان كمان. نو ابعد. ابعد ابعد عن طريق يا مشطوب. اطلع. يس اخيرا اخيرا. طب وين الاخير؟ وين الاخير؟ يا الله اخيرا يا شباب خلصنا عليه. عانيت عانيت كتير الصراحة. صراحة هون هلا في مليان فشك. هات قلوته اعوض اللي طخناه. في كمان واحد يا عمي. هيو هيو هرب. ما ماتش ما ماتش الصغير.
اللي ساعة بدور عليه. مشكلة أنا لاحق. على قليلة فتح لي الباب المتخلف عشان أقدر أهرب. أوكي يا شباب خلصت الويت حاليا. وهات نلحق المتخلف محل ما راح. نشوف نقدر نوصل على منطقة معينة. هيو هيو. طب مش مشكلة مش مشكلة يا متخلف. نتأكد إذا في إشي حوالينا. والله تخيلوش الشعور شاعره جلطة رسميا. لا بدي ألحقه كمان. حسبي الله عليكم. يعني لو طلع لي هلا بموت أنا. إيزي. تحرك شوي شوي. أنا مش شايف إذا في حدا قدامي أصلا مش راح أشوفه. من تخلف الشركة اللي حاطين لي الكاميرا ملزقة في الشخصية. anyway. هيو هيو بعد هيو تعال وينو تعال بلاش تحرق فيه. نشفني الصراحة بطلت عارف اطخ. هيو احرق. انفجر انفجر فيه انفجار صغير. هيو ولا مش علي. هيو ولا بجي لك من هون. هلا حلو كمان. شوف اذا قدر نلوت اشي. من اختفى؟ هيو ضربني انفجار. اهرب ابعد. اخيرا اخيرا يا متخلف. الله عليك عن جد. يا شباب يعني اسمحوا لي احكي هالشغلة. اللعنة على هذا المكان عن جد. اللعنة على هذا المكان. هات الوت ونضلنا هاربين لانه اكتفيت كتير اليوم مش شوي كتير. يعني لساتنا في اول مهمة. لسه عادة انا كل حلقة بعمل مهمتين. لا انا في اول مهمة مكتفي كتير يعني عشت الجو وزيادة. شكرا لكم يعني. اذا في عندكم شغلات تانية تنقذوني خلوها لحلقة تانية ارجوكم يعني. ما ضلش عندي قوة. اخ يما حلو رجعونا كل شيء يعني والله. وات ما صوت اشي. رجعونا كل شيء. هاي هون من ناحية فشك. وهات نطلع برا المنطقة انه خلص احنا جبنا كل شيء من ناحية الوت. بس ان شاء الله ما بيكون في كمان واحد زي هذا المتخلف اللي هجم عليه الضخم. عبارة عن 10 زومبي ببعض يتشاركون الحياة السعيدة. ما بعرف من وين الطريق. شكله من هون. نوب ثواني ثواني ثواني. رأيت شيئا. هي مش علي انا بمرقشش علي. ايوه نعدل اسلحتنا هلا من ضلنا طالعين. يلا اخيرا ايم القناع. هات يا شباب هلا نروح على ليف ونرجع لياه ونشوف اذا ضلت عايشة اصلا فلتكم. حسبي الله عليك يا متخلف. اها طيب انا بالنسبه للولف منشقه قبل ما ارجع لايزك يعني واشوف او يشوف ليش هربت انا. بلكي سامحنا. يب بس تهبلت عليهم. اوه جاد. We just need to get the hell out of here. Hey. قارب. Follow me. على القارب نهرب يلا. يا هربنا في القارب. ايزي بيزي.
ولا نرجع على المرتفعات والمناطق اللي بتخوف. اخيرا الف بعدين بيعملوا ليارا العمليه. خوفش مجنن الكلاب. خلصت العملية يلا. They're just kids. I know. What happened to us? Maybe we stopped looking for the light. Maybe. يلا احسن اشي لانه هذا راح يقرفك هلا. اوين بيعرفش قديش عانيت هلا جوا انا. هاي المسكينة يا حرام راحت ايدها كلها. يا اوكي رجعنا للمستشفى. طبعا هذه عباره عن ذكريات كل شيء بتصير معنا ولما ندخل على غرفه العمليات نتخيل شغلات راح تصير معنا في المستقبل. سبحان الله هات نشوف هلا شو بصير. يعني المرحله اللي قبل تخيلنا انه يارا ولف راح يموتوا ورحنا انقذناهم، هلا ان شاء الله بيطلع لنا شيء مفيد يعني كفي معاناه يعني. بسم الله. مين هذا؟ بابا ازيك يا حاج؟ يا سياتل داي 3 بلشنا الفصل الاخير لابي. خلص بضلش اوكي يا شباب. راح انهي حلقة اليوم هون ان شاء الله. حلقة قادمة راح بكمل وبشوف شو بصير معنا. متحمس كتير الصراحة. حلقة اليوم صراحة كانت جدا اكشن، جدا مرعبة، جدا حماسية، وهيك بنكون وصلنا حلقة اليوم. يا ريت يا جماعة تعطينا احنا لايك اذا ما كنتم في القناة، تشترك فيه وتطري فيها، تابعوا شو المقطع لنوصل جسم ثري لا 10000 مشترك بس قادمة. والسلام علينا وعليكم، باي باي.